السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخونا تو هذا يبعث لنا فيديو فيه 20 ثانية، ولا كلمة ولا سلمة ولا حتى السلام عليكم. لا شفتوا عمكم مختار شعاني، راهي مشكلة كبيرة راهي في العباد. تو هو يعني كادو كان باش يتكلم ويشرح المشكلة كلها، كتب لي كلمتين قال لي نمشي بها، سكتت، لقيتها معبية بالليسونس معبية بالبنزين. كم برا انت مختار عاد انت؟ إذا بربي أنا عندي خبرة ويعني وعندي شوية هكا فكرة باش نجم نشرح على موضوع كيما هذا، لأن هكاك في خليك في التسلل لا تدري حتى على شيء. كيما الفيديو اللي قبل هذا علاش حطيت لكم أنا فيه، حطيت لكم قلت لكم جاوبوه أنتم، لأن ما راني شيء. حتى هذا كيف ما راني شيء، إنما هو باش نعمل نجتهد وكو باش نعمل، خلي ينزل علي الوحي بالك ولا حاجة نشوف باش نعرف هو شو هي المشكلة اللي عنده. كونه ربط الكرباتير بدوران المحرك، إن عنده هو تو مشكلة حاجتين. عنده مشكلة هي عملت نوايا يعني تعبت بالبنزينة، يقول احنا عملت نوايا يعني شرقت، يقول الأخوة في الشرق شرقت، وعنده الدمارة ستارتر ما عادش يخدم اللي هو المرش. علاش ما عادش يخدم؟ يعني البطارية يمكن فارغة. عنده حاجتين، وعنده مشكلة توا لازم قبل كل شيء يصلح المشكله نتاع الديماراج هذه نتاع التشغيل هذيك اللي تسمع فيها تك تك، هذيك راهي من البطري، يحط بطري اخرى ويجرب. كان خدمت ما كان ضرب، يعني تحسنت الضربه نتاع الديماراج ولا تقويه مالت يعني كيما الضربه العاديه، وقت يحل الكرباتير وينظفها. وتو انا مش نحط له فيديو وانا ننظف في كرباتير نتاع 205 كيف كيف، هما نفس البرانسيب يعني نفس الطبيعه، ينظفها ويرجع بيحولها ويمشي كل شيء. انما لازم يصلح العملية الدوران نتاع الموتور، دوران الموتور ضعيف مش قاعد يدور سليم، لان البطارية ضعيفة ولا الدمارة فيه مشكلة، والاكثرية يعني 70% بطارية و30% دمارة. ومش نقعد ديما نقول ونكرر، يعني كي تبعتوا فيديو تكلموا واحكوا فيديو طويل الا غالب هكا واش نعمل ترى عمري، نقعد ديما نخرنن. وفما برشا ناس يعيبوا عليا شبيك ديما هكا تعمل يا مختار ما تحبش تجاوب الناس، كيفاش باش نجاوب على حاجه انا ما عنديش بها حتى علم، وانا نحبك التفاصيل الممله هذيك نحبها باش نعرف شنو نجاوب وشنو نعطي من معلومات. الحلقة هذه الفوقاني
ردوا بالنا على الجوان كانت دقة. نسوا عليهم شوية. دور السياسة. أنا نحيت المسمار نتاع الخفافة بالبانس بالهاني باش ما نقطعش الجوان، هذايا جبدته بالبانس شوية باش ما نقطعش الجوان، ومن بعد نحي الجوان للسياسة. شوفوا كله سخ كالكير. نسيسوا على الجوان شوي شوي. نسيسوا عليه باش ما نقطعوش. طلع سليم. طبعا فكينا الغطاء هذاك وخليت انا الخفافه الداخل، انا جبت المسمار تاع الخفافه البانس، وتو بنحل الداخل. شوفوها كيش معبيه بالوسخ والتراب. ها شفتوا الوسخ هذايا، هذايا على خاطر الموتور هذايا كان راقد، لان ركبناه له كان راقد، وتلقاه راقد ودخل فيه الماء او غسلوه ودخل الماء وقعد غادي يعمل كيكير هذاك. وزيد هنا تولي هذه ما عادش تبخ، وزيد هذه هي محلوله زاد كيف هذه هي تتحرك، اللي هي باش تخرج، اللي هي باش تكسيلاري، لان بكري تشوف فيها غطا هي تتحرك، لان نضيع في ليسونس من هنا. شوف فيها كي نزل عليها، شوف شفتوا كي تضيع ليسونس منين، يعني هذيك ما زعماش تضيع ليسونس، لان فيها جوان وفيها كرو، وهنا فما نسخ والتراب. طبعا نسخ والتراب هذا كله يكون سبب في المشكله هذيك نتاع في الديبار، انت خارج تغص هي يعني وتطبص وتعاود تمشي. توا باش يعني نكملوا ننظفوه ونسكروه ونجربوه. قبل ما نضربوا من الهواء باش ما تنطرش علينا البنزينه، خلاص نضفوه شويه شيفونه هكا فرغوه باش كي نضربوا من الهواء ما يطشناش، خاطر نفعلوا في نحوه كبات كامل زيت، نحوه فيه زيت، هو فيه شكلارات، هو فيه شكلارات نفركوهم هكا. عندنا هذايا الشكلار الوسطاني اللي هو بتاع البنزينه، نفكوه هذا الوسطاني واحد بركة هو. كملنا حلينا الجكلار الأول، الجكلار الأول نزيد نفكو هذايا كيف كيف، هو اللي بيجيب، هو اللي يفرغ، هو اللي باش يعطي ليسونس الكهرباء باش تمشي. هذايا شفتو هذايا ياخذ من هذا، ياخذ من الوطان. عندنا هذايا نتاع الرونتي، هذايا كان سيارة ما تشدش الرونتي، راهو هذا إذا كان سيارة ما تقعدش واقفة الرونتي تخدم، راهو هذا مسكر. ومن بعد نجيو لهذا اللي هو اساس المشكلة اللي هو هذا. شفتوه كيفاش محلول؟ ها صبع ندور فيه، حلوه حتى هو وننظفوه. هذا كيف هذا لازم ننظف ونفكوه هكا من بعضه، اذا كان فما نوع يتنحى وفما نوع من هذا ما يتنحاش، مثلا ما تقواش عليه، فما نوع يتنحى من بعض. وعنده جوا هنا، الجوا لازم يكون ديما موجود. ها هو الجوا، هذا الجوا نتاعو لازم يكون ديما موجود. توا ناخذ الهواء، هاد الهواء هذا يزيد الخفافة تكون مريقلة باهي، نجيو الهواء هنا، نجيو لهنا زادة في الهواء ولا حتى ما عادي هكا في هذا كيما هكا، ونفخ زادة نجيو لهنا هذا نفخ هذايا كيف كيف. هذايا عندنا كيف تنقوه، هذايا زي كيف تنقوه، عندنا تو باش نبدو نرجعو بالكعبة بالكعبة، أعطيني تل جويد عليه. هذا بالنسبه للجكلير الفوقاني يبان، الاساس مو الوطاني يبان اللي هو مسكر ولا لا، ينجم يبان، مش لازم نتل نعمل بالتل ولا حل، هنا يبان. شوفوا هكا في الضوء نلقوه محلول يبان.
هذا بتحطوه لط. هناك ردوه لط هنا في الوسط الجيبي. عندنا زاد هذا يجيك هذا من الحناشي اللي هو يتحكم في البخاخ. هذا هما تو تفك هذا يتحكم في البخاخ. هذا فيه بيسه لازم تعمل هكا تسمعها ترن. سمعتوها؟ لازم تعمل هكا تسمعها ترجعوه. هذا كيف انا تو حتى ايدي توجع فيا، لكن انا غالب باش نصور لكم ما نجمش نخدم بالوحده اللي نتاع الوجيعه هذيك. هو عامل مجهود باش نوريكم على الاقل الحاجات اللي هما مهمين باش نجم نجيبوا شويه تل كيما هكا شويه ونخدموا به الجيكلات هكا ننظفوهم، خاطر بالهواء ما ينضفش اذا بالتل كيما هذا وبالفم كاكا ورجعوا في بلاصه. هذا كذلك زاد حتى هو بالتل، يعني بالهواء ما ينضافش الا بالتل. كاكا نظفوه تن نفخو فيه توا كيف كيف وثبتوا في الجوان نتاعو موجود ولا وراك وراك هذايا نجم كيف كيف حتى نثبتوا فيه بالهواء ونشوف فيه شي حاجة. ركبوا على واحد هذا كيف كي نمسحوه هكا شوية أنا لازم هذا ركبوه في الشطر الفوقاني باش كيرجعو الخفافة. هذا ما نجموش نركبوه مقلوب، نثبتو فيه يمين ويسار ونشوفو أن عندو البطون نتاعو عندو المكان نتاعو يدخل فيه. شفتوه ونرجعو للخفافة نتاعنا. توا نجيبوا الخفافه كيما قلت لكم نحيتها انا قبل باش ما نفسدش الجوان هذا ونرجعوها فيها شيء سهل. نحطوا لها مسمارها عنده جهه يدخل منها وجهه لا. نحطوها هنا شيء وثبتنا امورنا كل شيء. نرجعوا روحنا على روحنا الكربات نتاعنا. عملية سهلة وبسيطة ما فيها شيء. فما هذا يرد باله منه رد بالنا منه. هذا لازم يجي ورا السرتير مش قدام، لازم يركب هنا لازم يسبقك هنا لازم يسبق لا خليه يتل مش كي تحط السرتير يحط صحيح وركبوا قلنا
وتربوناتنا ستة ما فيهم شيء سهلين. رجعوا هذه مع نتاع سيبور نتاع السرتير هذه السرتير نتاع التل نتاع الموتور القديم لان بدلنا الموتور احنا. انا نشرط تركيب الموتور عندي على الحالة هذه لان حالتك كما هكا الميكانيسيان ما يعطيهاش اهميه ويقعد الموتور يخض ويقعد ماشي جاي على الميكانيسيان وهو مش فاهم المشكله منين. انا نشرط تركيب الموتور عندي انا على الموضوع هذا، هذا كله تو نخدمه له انا في جرة تركيب الموتور يعني مش باش يدفع حتى شيء في نفس الوقت نطمن عليه هاي خدم عليه تو. طبعا نستنوا هكاك لين نخدموا نعاود لين البنزينه توصل للخ خدم لين توصل البنزينه هكاك نشوفوا اذا كان نحبوا نعدوا شويه الهواء نسكر الدار على الاخر لين يولي يرعش الموتور وانا نحلو شوي لين يرتاح. شوفوا هكاك ارتاح نخلو هكاك ممتاز باهي ما في شيء مريقل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.